بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنا طالب كلية تقنية الطاقة بالشرة قسم الطاقة المتجددة، ومسجلين في مادة الطاقة المائية أكو إنرجي. مرحب بكم، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض من دلوقتي شرح المادة بتاعتنا اللي هي الطاقة المائية. المادة بتنقسم إلى فصلين، الفصل الأول اللي هو طاقة المد والجذر، والفصل الثاني اللي هو طاقة الأمواج. وكل فصل من الفصلين دول هيكونوا مقسمين أو هيقدم لكم على أكثر من جزء. نبدأ النهاردة الجزء الأول بإذن الله اللي هو طاقة المد والجذر. دي الشريحة الأولى اللي اتكلمنا إيه هي طاقة المد والجذر. طبعا هو بصورة عامة الكورس بتاعنا أو المادة بتاعتنا بتعتمد على الطاقة اللي أنا ممكن أتحصل عليها من حركة المياه. حركة المياه اللي هي حركة طبيعية، إحنا طبعا في قسم الطاقة المتشددة، يعني بنتكلم على طاقة موجودة باستمرار طالما ربنا كان كاتب للحياة إنها تستمر على الكرة الأرضية. فمن بين الأشياء الدائمة هو حركة المياه في المسطحات المائية. إزاي أنا ممكن أستفيد منها؟ فزي ما قلت في مقدمة الشرح الأول، الشريحة الأكلية أو البداية الأكلية في العنوان، إن عندي جزئين. الجزء الأول منهم اللي هو المد والجذر، ودي حركة طبيعية بتتم على المسطحات المائية. ومع ذلك إن مش ده مش شيء جديد، لأن زي ما مكتوب عندنا هنا ده الشيء تم الخاصية ديت تم استعمالها قديما. زي ما مكتوب عندنا ان استخدام طاقة المد والجذر تاريخ طويلا، فقد استخدمت هذه الظاهرة في كل من انجلترا وفرنسا في القرون المسلمة. يعني بتكلم على 500-600 سنة فاتوا كانوا بيستعملوا الكلام ده، بيستعملوا طاقة المد والجذر، وذلك بنصب طواحين لطحن الذرة على بعض الأنهار أو الأنهار. ده قديم، ومنذ عهد ليس بالبعيد عادت فكرة استخدام طاقة المد والجذر على نطاق أوسع لتوليد الطاقة الكهربائية. بدأ يفكروا مش عملية طحن، لا، عملية إن أنا أستعملها في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بنصب توربينات على حواجز كالسلوت. يعني بعمل حواجز كالسلوت، سد صغير، وبستعمل تدفق المياه على السد ده عشان أتحصل على حركة مياه قادرة على إن هي تولد لي طاقة كهربائية. دي خريطة للعالم بتوضح لنا بعض الأماكن اللي وضعت فيها فعلا منشآت أو محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من المد والجذر. لو بصينا على الخريطة من الشمال من فوق، هنجد إن مفيش أماكن استعملت لوضع هذه المحطات. يعني ما فيش محطات في شمال الكرة الأرضية، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وده راجع لسبب بسيط، وهو إن المنطقة دي بتكون غالبا مغطاة بالثلج معظم الأحيان أو معظم أوقات السنة، إذا ما فيش إمكانية إن يكون فيها مد وجذر. طيب لو بصينا بقى للخريطة من على اليمين، من أقصى اليمين عند قارة آسيا، الجزء من قارة آسيا المطل على المحيط الهادي، هنجد فيه محطات كتيرة للمياه أو أماكن. هنجد إن في شرق آسيا، في أقصى شرق آسيا عند روسيا واليابان وكوريا وأيضا في أستراليا من تحت، هنجد إن في أماكن كتيرة بيتم استعمالها لتوليد الطاقة الكهربائية من استعمال خاصية المد والجذر. والاماكن دي زي ما انتم شايفين كده قدامكم هي عباره عن مناطق واسعه مفتوحه، لان بنتكلم على المحيط الهادئ اللي هو اكبر من المسطحات المائيه في الكره الارضيه. وفي اماكن معينه، الاماكن المعينه دي عباره عن خلجان صغيره، خليج صغير في هذا المكان، يتم استعمال الخليج الصغير لسرعه تدفق الميه فيه، بيتم وضع بعض المحطات اللي تستفيد من الحركة دي وتحولنا إلى كهرباء.
نجد ان برضو لو نزلنا تحت شوية استراليا والهند فيها اماكن ديت. بعد كده لو بصينا لافريقيا الاستعمال بتاعها مفيش حد بيستعمل في افريقيا خاصية المد والجزر لتوليد الطاقة الكهربائية. ولو بصينا ايضا على البحر المتوسط هنجد ان البحر المتوسط مفيش فيه محطات لتوليد الطاقة من المد والجزر، وده راجع لأن البحر المتوسط شبه بحيرة، يعني هو بحيرة داخلية يعتبر مش مفتوح على المياه المفتوحة غير من عند قضية جبل طارق ما بين إسبانيا والمغرب وعلى نطاق ضيق، فبالتالي حركة المياه فيه حركة المد والجزر فيه بتكون بسيطة وضعيفة. نفس الشيء في البحر الأحمر فهو يعتبر شبه بحيرة مفتوح فقط من عند جبل المندب ومن عند قناة السويس من فوق. أيضا نفس الشيء لو بصينا على البحر الأسود نفس الفكرة لأنه عبارة عن بحيرات مغلقة ما بيتمش استعمال الخاصية دي غير في البحار المفتوحة. يعني لو انتقلنا بعد كده لليسار شوي هنجد في المحيط الأطلنطي ما بين أوروبا وأمريكا الشمالية وما بين أمريكا الشمالية وأفريقيا وتحت في أمريكا الجنوبية في أماكن كتيرة بيستعمل فيها، لأن زي ما قلتلكوا هنرجع مرة تانية لمكان المياه المفتوحة وبعض الخلجان اللي بتستعمل فيها الخاصية دي. نيجي بعد كده لتفسير الفيزيائي لذخيرة المد والجزر، يعني سببها إيه؟ بتحصل إيه؟ هنقرا الشريحة مع بعض. تغيير ارتفاع ماء المد والجزر يحدث بصورة أساسية نتيجة للتجاذب بين الأرض والقمر، ده العامل الأساسي. فخلال اليوم الواحد تنتج قوة جذب على أي نقطة من الكرة الأرضية، أي نقطة على سطح الكرة الأرضية سواء كانت النقطة دي فضاء يابسة أرض يابسة أو مياه، فبيتم عليها نقطة اللي هي فيها بيتم عليها قوة جذب. وبما أن المنطقة اليابسة بتكون صلبة إن هي صلبة ومش سهل إن هي تتحرك بواسطة قوة الجذب اللي ما بين القمر والأرض، لكن الحال هنا في المياه بيكون مختلف، المياه كمية بسيطة وأي جذب أو أي حركة فيها بتؤثر فيها، فهنا بيبان تأثير الجذب على الماء ولا يبان أو لا يظهر الجذب على الأرض. نكمل مع بعض الشريحة. ونلاحظ أن مستوى ماء البحر يرتفع وينخفض مرتين في اليوم، وهذا الارتفاع أقل من المتوقع بسبب تأثير قوة جذب الشمس للأرض. إذا المد والجزر اللي بيحصل غالبا مش دايما غالبا بيكون أقل من المتوقع، يعني بدل ما يكون مثلا عندي 30 سنتي بيحصل عندي 20 سنتي. طب ليه بيقل عن المتوقع؟ بسبب تأثير قوة جذب الشمس للأرض. معنى الكلام ده إن أنا أفهمه إن تأثير قوة جذب الشمس على الأرض بتعمل في اتجاه عكسي لقوة جذب القمر للأرض غالبا، لأن يعني في بعد شوية هنشوفه إن في حالات معينة بيكونوا هما الاتنين متوافقين مع بعض، لكن في الحالة الغالبة بيكون بيعمل القوتين عكس بعض. فده السبب الأول اللي هو إن ارتفاع أقل من المتوقع بسبب تأثير قوة جذب الشمس للأرض. السبب الثاني بسبب طبوغرافية كتلة الأرض اللي هي اليابسة والمحيطات، يعني لما يكون عندي ساحل والساحل دوت بيكون بيحد جبال، فهنا الجذب ما بين القمر والمنطقة دي أو الجذب ما بين القمر والمية بيكون أقل لأن الجبل عندي بيحد من الحركة دي، غير لما يكون عندي الأرض مسطحة تماما ساحل مستوي، فهنا بيكون الجذب بتاع القمر واضح على المية، لأن المية في الحالة دي بتكون كتلتها بسيطة مقارنة بكتلة الجبل اللي كان موجود عندي في الحالة الأولى. طيب نيجي للشريحة دي. قوة جذب القمر تسحب البحر على جانب الأرض القريبة منها في اتجاه القمر، يعني لو أنا عندي مسطح مائي زي الشريحة اللي عندي دي وهنفترض إن القمر هو على اليمين، فالماء القريب من القمر الساحل القريب من القمر هو ده اللي هيكون الجذب ليه أكثر وأقوى من الجانب الآخر،
يعني هنا هيكون المد والجزر في المسطحات المائية اللي في جانب القمر هتكون أقوى من المد والجزر اللي في الجهة العكسية من القمر اللي هي بعيدة عن تأثيره عن جذبه. والكلام ده بيبان في باقي الكلام، بينما تكون البحار البعيدة عن الجذب القمري ذات تأثير أقل. طيب، وبسبب دوران الأرض حول محورها، لأن الأرض بتدور حول المحور، فإن الجذب القمري يقوم بتكرار تسلسل المد والجذب بمعدل مرتين في اليوم. إذا المد والجذر بيحصل مرتين في اليوم في أي منطقة ساحلية، أو بسرعة أدق مرتين في كل 24 ساعة. وبما أن القمر يدور في مدار حول الأرض، فإن توقيت المد العالي في أي نقطة يتغير بحوالي 50 دقيقة كل يوم. كما أن نزول القمر يتأخر يوميا 50 دقيقة في المتوسط. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا ممكن إحنا لما إحنا بنعتمد في التوقيت الهجري على الشهور القمرية، فإحنا بنلاحظ الكلام ده في إن القمر لما بيجي يظهر في بداية الشهر العربي بيكون زي هلال صغير، بعدين يبدأ يكبر يكبر لغاية ما يوصل لبدر، وبعدين بيختفي. بيظهر القمر في البداية كهلال صغير، وبعدين بيختفي بعد ما يكون تحول إلى بدر، ومن بدر بيختفي. في مكان ظهور القمر كل يوم، واحنا بنلاحظ الكلام ده، إنه بيختلف من مكان إلى مكان آخر. ومكان ظهور القمر في مكان معين في موقع معين من السماء بيتغير كل يوم، بيتحرك بمقدار 50 دقيقة. يعني لو أنا النهاردة الساعة 9 بالليل فرضا كان القمر في مكان معين، وممكن مثلا أحط الكلام دوت في مثلا فوق مبنى معين، أو يعني أعمل له علامة كمبنى معين في أمامي، أو إن القمر مثلا فوق المدرسة ديت أو فوق البيت دوت. النهاردة الثلاث كان ظاهر الساعة 9، بكرة حاجة إن هو في نفس المكان الساعة 9:50 دقيقة، فأنا بتغير مكانه كل يوم بمقدار 50 دقيقة. ده معناها إن المكان اللي فيه المد أقوى ما يمكن، لأنه كان أقرب ما يمكن للقمر النهاردة، بيتغير بكرة، وهيبقى فيه المد أعلى في مكان تاني بعد المكان ده بشوية، وهيبدأ يتغير شوية بشوية لغاية أما يمر على الكرة الأرضية كلها. المد بيكون أعلى في النهاردة في مكان تاني أقل، وبعدين في مكان أعلى، وبعدين وهكذا بيبدأ يتحرك تدريجيا، مكان أعلى مد وأعلى جذر للمسطح المائي. هذا التسلسل، نكمل بقى قراءة الشريحة مع بعض. هذا التسلسل الأساسي يتم خفضه من قبل الشمس. يعني إيه؟ يعني المد العالي زي ما قلت إن الشمس بتعمل في اتجاه عكسي، الجذر بتاعها بيعمل في اتجاه عكسي لمد القمر. فبالرغم من أن الشمس أكبر كثيرا من القمر، إلا أنها أبعد كثيرا عن الأرض. وبما أنها بعيدة، فتأثير القمر على البحر يتجاوز ضعف تأثير الشمس. والتأثير النهائي يعتمد على دورانهما النسبي، دوران الاثنين مع بعض. هل هما الاثنين في نفس الاتجاه ولا لا؟ هنشوفوا الكلام ده بعد شوية. كنا بنتكلم من شوية على إن القمر والشمس تأثيرهم مع بعض هو ده اللي بيؤدي إلى المد والجزر. إذا كان القمر والشمس على خط واحد مستقيم مع الأرض، يعني الزاوية بينهم 180 درجة، يعني هما التلاتة على نفس الاستقامة الواحدة، تأثير الجذب هيكون أعلى ما يمكن، لأن الاتنين بيعملوا في نفس الاتجاه. القمر بيسحب أو بيشد، بيعمل جاذبية على الأرض، وفي نفس الاتجاه الشمس بتعمل جاذبية على الأرض. فبالتالي هنا هيحدث ما يطلق عليه المد العالي أو المد التام، يسمى سبرينج تايد. ده إذا كان هما الاثنين في نفس الاتجاه. أما إذا كانوا هما الاثنين أيضا في نفس الاتجاه لكن عموديين على سطح الأرض، يعني الزاوية بينهم وبين الأرض 90 درجة مش 180 درجة، لا 90 درجة. فإذا كانوا هما الاثنين الشمس والقمر في نفس الخط، والزاوية بينهم وبين الأرض 90 درجة، فهنا هيكون خفض في الجذر عن المعتاد. يعني الجذر بيحصل له أقل
قيم الجذر بتحدث، يعني معناها إن المياه بتدخل للبحر لأبعد مسافة ممكنة، وده اللي بيسمى جذر تام. ودايما بيكون المدة بين الجذر التام والمد التام 14 يوم تقريبا، يعني ما بين إن أقصى مسافة بيخشها الماء للسطح للساحل اللي هو المد التام، وأقصى مسافة بيدخلها المية لداخل البحر اللي هو الجذر التام، المسافة ما بين الاتنين دول دايما 14 يوم. الشريحة الأخيرة معانا النهاردة في الجزء المحاضرة النهاردة هي عبارة عن تكملة للشرح السابقة، مكتوب فيها إن مستوى ارتفاع المد في المناطق التي تقع على الساحل في بعض الأحيان يكون متغير بشكل واضح. إحنا لسه مفصلين الكلام ده وقايلينه ليه من الخريطة السابقة، ويتضاعف بسبب التغيرات الطبوغرافية اللي هي تضاريس الساحل وما يحتويه، هل مياه فقط، هل مياه وكتل صخرية إلى آخره. التغيرات الطبوغرافية المحلية كالمناطق الساحلية الضحلة أو عند مصبات الأنهار. عند اقتراب المد من السواحل يقل عمق الماء، وده شيء طبيعي، ويزداد جريان المد حتى يصل إلى حوالي 3 متر، يعني بيخش المد يجري ويدخل مسافة 3 متر. ده في الحالة العادية في الساحل، الثلاثة متر دولت في حالة الساحل. أما إذا دخل المد في مضيق في مكان ضيق أو مصب نهر مناسب، غالبا طبعا اللي هيحصل إنه هيجري لمسافة أبعد، لأن المكان اللي بيمشي فيه ضيق، فهيكون كل القوة بتاعة الموج أو كمية المية متركزة في المكان الضيق ده فقط، فبالتالي ده هيكون الاندفاع لمسافة أبعد. أما إذا دخل المد في مضيق أو مصب نهر مناسب فإنه يكون على شكل قمح، وعندها يزداد الارتفاع لأن المكان أصبح محصور ضيق، وقد يصل إلى 10 أمتار أو إلى 15 متر في بعض المواقع. وهنا أنا بستغل الكلام ده إن أنا بدخله دخل المية في مكان ضيق، أو الفكرة بقى من عمل السدود إن أنا بضيق المكان عليه وأسمح للمية إنها تندفع في مكان معين محدد ضيق عشان أستفاد من قوة اندفاع المياه في توليد الطاقة الكهربائية.